بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده في ماما في المطبخ. معاكم عزه جلال من الساعه 2 ل 3، والنهارده هنعمل كشري المصري بتاعنا بس كله في حله واحده. تعالوا نشوف مع بعض المكونات ونقول بسم الله كده ونبدا ونشوف هنعمل ايه. طيب معانا ايه في الوصفه او معانا ايه المكونات النهارده؟ معانا شعريه، ودي حوالي كوبايتين شعريه، ويفضل انت تكتري الشعريه عن الرز عشان يديكي طعم حلو. ومعانا كوبايتين من الرز، وكمان معانا كيس من المكرونه الصغيره جدا، ومعانا العدس بتاعنا اللي هو بجبه اللي احنا هنعمل بيه الوصفه بتاعتنا، والمكرونه السباكيتي او المكرونه الطويله بتاعتنا. ماشي، احنا عاملين البصلايه قبل الهواء عشان خاطر الوقت، واخدين الزيت بتاعه عشان نعمل بيه الوصفه نفسها. تمام كده، ده بالنسبه للكشري نفسه. طيب بالنسبه للصلصه معانا ايه؟ معانا بصل النهارده في الوصفه، ومعانا ثوم، ومعانا كمان طماطم معصوره ومتصفيه، ومعانا معلقتين كبار من الصلصه، معانا بابريكا، معانا فلفل اسود، ومعانا ملح، ومعانا كمون. طيب تعالوا نسمي بالله كده ونشوف واحده واحده هنعمل ايه. يلا بينا. كشري النهارده مش بياخد دبكه خالص، وحاجه سهله جدا. الناس اللي بتسلق المكرونه لوحدها وبتعمل العدس لوحده وبتعمل كل حاجه لوحدها، النهارده انا بسهل عليكي ان احنا نعمله في خطوتين اتنين، الصلصه وحله الكشري بتاعتنا. طيب واحنا بنحمر الحاجه عشان نقفل حله الكشري، هعمل خطوه بسيطه جدا اهو. هنعمل ايه عشان النار اتطفت؟ هناخد العدس بتاعنا نغليه في شويه ميه سخنه بس كده، لحد ما نجمع بقيه الحاجات، ونقوم راجعين له تاني واخدينه بالميه بتاعته كده. طبعا احنا غسلينه كويس جدا ومتنقي، يعني لو انت جايباه حتى اكياس لازم ننقيه. تمام، هنسيبه كده، هنديله شويه كمون اهو بسيط جدا، وهنسيبه يغلي غلوتين ثلاثه كده لحد ما نجمع المكونات بتاعتنا الباقيه. طيب هناخد الزيت اللي احنا صفيناه من البصلايه بتاعتنا اللي احنا قرمشناها او حرمشناها كده عشان خاطر نعمل البصله بتاعتنا، هناخد الزيت بتاعه كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هنسيبه يسخن كده شويه، وناخد حبه شعريه حلوين، يعني كوبايتين كده محترمين حلوين عشان خاطر نعمل بيها الحله الحلوه دي. ونقول الو يا عزه من سوهاج، اهلا وسهلا. الو الو. ايوه شيف، صباح الفل. ايوه عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت ايه الاخبار؟ الو، ممكن نوطي بس صوت الالبيس؟ سامعاكي يا قلبي. انا بحبك جدا حبيبه قلبي، ربنا يخليكي يا رب. انت ايه الاخبار؟ كويسه الحمد لله. قولي لي، بتحبي الكشري ولا لا؟ بموت فيه بجد، يعني يعني جيت في ملعبك اهو. جيت في ملعبي، بحبه جدا يا حبيبتي، بالهنا يا رب. قولي لي، جربتي تعمليه في حله واحده قبل كده ولا اول مره تشوفي الطريقه؟ لا لا، اول مره اشوف الطريقه، اكيد هعملها. انا جربت امبارح لما لقيت، جربت امبارح وصفه الموز. ايه رايك؟ جربتيها بجد؟ بجد والله طلعت خطيره. حلوه جدا ومقرمشه، عايزه اقول لك جميلة. السكر اللي في الموز نفسه بيخلي الوصفه طعمها حلو قوي. جميله جميله والله حبيبتي، بالهنا يا قلبي. قولي لي، كل حاجه بتعمليها يا شيف جميله اصلا. تسلمي لي يا حبيبتي، شكرا ليكي يا حبيبتي. كده وحدك انت على الشاشه بتخش القلب كده، مش يعني. تسلمي لي. انا والله انا بحبك جدا، انا وماما واخواتي كلنا بنتفرج عليك. الساعه 2 لازم تيجي الشيف، لازم. حبيبه قلبي تسلمي لي، ده شرف ليا، وسلمي لي على ماما كتير. قولي لي بقى، حضرتك اكتر حاجه بتخشي تعمليها مع ماما في المطبخ ايه وبتعرفي تعمليها؟ انا بحب قوي قوي اعمل الملوخيه، وكمان الحمام المحشي. الحمام المحشي ده انت شاطره جدا اهو. بتعمليه فريك ولا رز؟ نعم، بتعمليه فريك ولا رز؟ ساعه اعمل فريك ساعه اعمل رز. حلو قوي حلو. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 17 سنه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليك يا حبيبتي، ربنا يحميك يا رب لمامتك ويديك الصحه والعافيه يا رب. وبحب كمان مع ماما اعمل السلطه، وكمان بحب اعمل مكرونه بشاميل. شاطره، برافو عليكي، يعني يعني شيف صغير اهو لسه طالع. الو، سامعيني؟ ايوه معاكي يا شيف. ايه يا حبيبتي، سامعاكي يا قلبي، معاكي. قولي لي، طب ليكي اي طلبات اعملها لك؟ لا انا بس كنت عايزه طريقه عجينه البيتزا. عجينه البيتزا، تمام حاضر. احنا نعمل حلقه بقى عشان احنا بقالنا كتير كده ايه داخلين في اللحوم والحاجات دي، ان شاء الله الاسبوع الجاي اجهز لك حلقه بيتزا. لا كده بقى كتير. لا يا قلبي مفيش كتير حاجه عليكي ابدا،
تسلمي لي. وبرضه عايزه وصفه ثانيه قولي لي. انا امبارح الكيكه اللي عملتوها ما شفتش الوصفه، معلش ما عرفتيش المكونات بتاعتها ايه، اقولها لك حالا. معلش تبقى تنزلها لي. تمام هقولها لك وانت اكتبيها معايا لو هي مش جاهزه في الكنترول. تمام كده ماشي ماشي يا قلبي ماشي، شكرا لتسولك. لا انا هو نقولها مع بعض. معانا في الوصفه بتاعت امبارح بتاعت الكيكه خمس بيضات، ومعانا فانيليا وكوبايه ونص من السكر، وكمان معانا كوبايه من الزيت وكوبايه من الزبادي. خلطنا كل ده كويس جدا مع بعض، وبعد كده نخلنا عليهم 3 كوبايات من الدقيق وثلاث معالق صغيرين من البيكنج باودر وذره ملح، يعني رشه ملح صغيره، ومعلقه خل ابيض صغيره جدا. ودربنا كل الكلام ده مع بعضه، ودهنا القالب بتاعنا وحطيناها في الفرن على درجه حراره 160 على الرف اللي في النص على درجه حراره 160 زي ما قلنا من تحت بس. ان شاء الله تكوني عرفتيها يا قلبي وتعمليها. شكرا ليكي يا روحي. تمام بصوا بقى احنا بنحمر اهو الشعريه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، لازم نديها لون ذهبي حلو. نحاول نجيب الايه الحواف، انا هجيب سباتيلا عشان انا الحواف دي مهم جدا بالنسبه لي ان انا احمرها حلو اهو، ما يبقاش عندي حاجه فاتحه وحاجه غامقه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا نلم كده جوانب الحله بتاعتنا، وريحه طبعا الزيت مطرح تحميره البصله حلوه جدا، وبيدي لون حلو قوي للكشري وطعم طبعا مميز. اهو كده حمرنا الشعريه بتاعتنا، هنقوم منزلين الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام ونقلب نديها تقليبه كده اهو، موضوع سهل جدا. حطينا الزيت بتاع تحميره البصل وحطينا الشعريه حمرناها مع بعض، وبعدين حطينا كوبايتين الرز، ما نزودش من الرز كتير. هنحط بقى بقيه المكونات، المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد المكرونه بتاعتنا الطويله ونكسرها كده على 3 اهو. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده. بصوا كله في حله واحده مش هياخد مننا اي وقت اهو. بصوا لو هي اسماء، اسماء من العريش، اهلا وسهلا. ازيك يا شيف؟ ازيك يا حبيبتي، ايه الاخبار؟ الحمد لله بحبك قوي قوي. وانا بحبك قوي يا قلبي، اهلا بيكي منوره. منوره بجودك حبيبه قلبي، اهل العريش كلهم على راسنا. بحبك قوي 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 انت الدنيا حبيبه قلبي. وانا كمان يا قلبي، تسلمي لي يا رب. كل كلاتك بكل يوم بتفرج عليك يا حبيبتي، ده شرف ليا. قولي لي بتعملي بقى اكل ايه من اللي انا بعمله؟ بعمل المكرونه بالبشاميل. ايوه عملتيها؟ وعملت الكيكه حلوه قوي. بالهنا يا قلبي، بالهنا يا حبيبتي، تتهني يا رب دايما. عملت كيكه من امبارح، عملتيها حلوه. عجبتك؟ وعارفه قولي لي يا قلبي. امي وكل اخواني قاعدوا يقولوا طيبه قوي. مش سامعاكي، قولي تاني. بقول امي. ايوه يا حبيبتي. ضربتش كتفي في اخواني. انا مش سامعاها كويس، ممكن توطي التلفزيون؟ ماما يا قلبي مالها؟ شكرتني كتير ان عملتها. ده شطوره، برافو عليكي. ايوه كده، هو ده بقى الناس الحلوه اللي انا بيتابعوني. تسلمي لي يا رب، تسلمي لي يا رب دايما، تعملي كل حاجه حلوه يا رب. قولي لي يا قلبي سامعاكي. بدي اعمل وصفه كيك بالشوكولاته. حاضر من عيوني، حاضر اعملها لك. حاضر. انت عارفه ان انت نفس المكونات دي تقدري تعمليها وتحطي بس تشيلي معلقتين كبار من من الدقيق، تحطي مكانهم كاكاو خام بس يكون نوع حلو، هتديكي الوصفه اللي هي تبقى بالكيكه الشوكولاته. تمام قولي لي. يعني نفس المكونات بس تشيلي بس ايه المقدار اللي هتحطيه تشيليه. تمام احط مكونات ايه؟ ماشي يلا. ماشي يا قلبي، شكرا لاتصالك. انا مش سامعاها كويس بس حاولت اسمعها على قد ما اقدر. حطينا كل المكونات زي ما قلنا. تمام حطينا المكرونه بتاعتنا، ممكن بس نوطي صوت الاربيس شويه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هنقول بقى تاني كده على هدوء كده وفي روقان احنا عملنا ايه. انا هقلب. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. حطينا زي ما قلنا عشان بس الناس ما تتوهش مني، حطينا الشعريه اتحمرت مع الزيت، وبعدين حطينا الرز
وحطينا كمان نوعين المكرونه مش مسلوقين ولا متحمرين، وبعد كده حطينا العدس بتاعنا اللي احنا ادينا له غلوتين على النار، واهو كده بالنسبه لي تمام جدا، هو ده الكشري. طيب هنحط له ايه دلوقتي تاني؟ هنحط شويه من الكمون اهو، شويه حلوين بقى كده، وهنحط الملح اهو، نملح بقى كده، ندي الملح بتاعنا، وهنحط كمان مكعبات مرق، نقدر نحطها سايبه اللي هي الفوريه او المكعبات زي ما احنا عايزين، بس كده. الو يا اميره من البحيره، اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الفل والهنا، اهلا وسهلا بيك يا اميره. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، ايه الاخبار؟ انا بحبك جدا. وانا بحبك جدا يا قلبي، تسلمي لي يا رب. قولي. انا كنت عايزه اعرف طريقه عمل البسبوسه. البسبوسه حاضر، من عيوني حاضر، عملناها كتير قبل رمضان، نعملها مع بعض تاني. حاضر من عيوني يا قلبي. ليكي اي طلبات تانية؟ الو؟ لا. ماشي يا قلبي، قولي لي بتعملي ايه من وصفاتنا؟ جربتي ايه وعجبك؟ بعرف اعمل المكرونه البشاميل. ايوه دي اكتر واحده بعرف اعملها. يعني لما بتحبي تخشي المطبخ بتروحي تعملي المكرونه؟ اه. يا حبيبتي الف هنا وشفا على قلبك يا قلبي، ويا رب كده تتعلمي معانا ان شاء الله واحده واحده كل حاجه باذن الله. شكرا ليكي يا قلبي، شكرا يا حبيبتي. طيب احنا خلصنا الكشري وقفلنا عليه، احنا نطلع فاصل ولا هنعمل ايه؟ هنكمل؟ نكمل. طيب يلا بينا. معانا شهد من المنصوره، اهلا وسهلا يا شهد. الو. الو صباح الفل. صباح النور، بحبك قوي يا زير. وانا بحبك يا قلبي، تسلمي لي يا حبيبتي يا رب. ايه الاخبار، عامله ايه؟ الحمد لله. انا في نفسي اطلع معاكي البرنامج، انا بعرف اطبخ وبعرف اعمل كل حاجه قوي. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 16. 16 ما شاء الله. طب قولي لي بقى ايه اكتر حاجه بتعمليها حلوه عشان نعرف كده ونعرف ينفع تيجي معانا تطلعي حلقه ولا لا؟ بعمل مكرونه بشاميل وبسبوسه وحلويات وكل حاجه، وبعمل المحاشي وكل انواع المحاشي، وبعمل البسبوسه والجليش وجميع الحلويات كلها وكل الاكل. بسم الله ما شاء الله، شطوره يا شهد، شاطره يا شهد. بساعد ماما كتير قوي في المطبخ. شاطره، برافو عليكي، عشان تطلعي بقى بنوته كده شاطره وبتعرفي تعملي كل حاجه. طيب بصي يا شهد، سيبي رقمك في الكنترول وهرجع نتواصل معاكي عشان تطلعي معانا ان شاء الله باذن الله يا قلبي. شكرا ليكي يا حبيبتي. طيب احنا عملنا الكشري، عملنا الكشري، انا عايزه مش همش ملح اتكلم. طيب عملنا الكشري وهنبدا في الصلصه، بس معانا ام مي. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ام مي، عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار، وحشانه والله. والله وانت كمان. والله انا بتفرج كل يوم والله على حضرتك. حبيبتي ربنا يخليك يا رب، انت من متابعين القدام يا ام مي. تسلم ايدك والله على حضرتك. تسلمي لي يا حبيبتي، تسلمي لي يا قلبي، ربنا يخليك. حضرتك جميله جدا، ان شاء الله اعملها ان شاء الله يا حبيبتي، بالهنا يا رب دايما. بصي يا رب. حضرتك يا شفاعه، انا عايزه بس يا من حضرتك بعمل يعني ساده فراخ، بس عايزه لها تتبيله احطها في الفرن على طول بعد ما تستلي. انت عايزه تسلقيها وبعد كده تعملي لها تتبيله؟ ادخلها الفرن يعني. ايوه ماشي خلاص تمام، حاضر يا مومي، هقول لك على تتبيله كويسه. ماشي يا قلبي، شكرا لاتصالك. طيب عايزين نتكلم شويه عن الصلصه، نديها حقها. الصلصه دايما بنعملها بتومه وتمام كده، ما بنعملهاش اي حاجه تانية. تمام؟ لا النهارده احنا هنعملها ببصل وتوم مع بعض، الميكس مع بعض بيدي طعم حلو قوي، بيبقى فيه تسكيره وفي نفس الوقت شمخه التوم بتبقى حلوه قوي فيها. تعالوا كده نشوف هنعمل ايه، ونبدا كده نسمي بالله ونعمل واحده واحده. احنا ممكن نشتغل بدي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، حطينا البصل اهو، هنحمره نص تحميره زي ما اتفقنا دايما كده، القاعده بتاعتنا الاولى ان احنا دايما بنديها بس اللون والطعم، ما بنحبش نقرمشها قوي عشان ما ناخدش المراره بتاعتها. تمام كده اهو. ياسمين مد اهليه. الو. أيوة. يا ياسمين اهلا وسهلا. ايوه ازيك يا فيه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي زي الفل. قولي لي يا قلبي، ليكي اي سؤال؟ انا بحبك قوي. وانا بحبك يا قلبي، تسلمي لي يا رب. قولي لي، قولي لي عملتي ايه في العيد؟ استني بقى عشان السؤال ده انا سالته الناس كتير ومحدش عمل حاجه في العيد، هل انت من ضمن الناس اللي ما عملوش حاجه في العيد؟ عملت عملتي ايه؟ كشري. كشري.
عملتي كشري؟ اه بجد في العيد عملتي كشري؟ ايوه. طب حلو، ما اكلتيش فسيخ ورنجه والكلام ده؟ ايه؟ ما اكلتيش فسيخ ورنجه والكلام ده؟ لا مش بحب الفسيخ ولا الرنجه ولا الحاجات دي. بصي وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون عشان الخط ما يقطعش. طيب وطي التلفزيون ماشي. قولي لي يا قلبي انا سامعاكي اهو. ايوه سامعاني؟ اه يا حبيبتي سامعاكي قولي لي. انا مش بحب الفسيخ ولا الرنجه. تحبهمش اصلا عشان كده عملتي كشري. ايوه. طب قولي لي عملتيها حله واحده ولا عملتي بقى كل حاجه لوحدها؟ لا لا حله واحده. حله واحده زي ما احنا عملنا كده. ايوه. طب حلو قوي، يعني انت شطوره اهو. عامله أيوة. عامله الوصفه من قبل ما نعملها اهو. حبيبتي. ايوه انا بحبك قوي والله. حبيبه قلبي تسلمي لي يا رب، وانا بحبكم كلكم والله، ربنا يخليكم ليا يا رب. يا رب يا رب. قوليكي ليكي اي سؤال؟ شكرا شكرا. مفيش اي حاجه عايزاني اعملها لك اموري، انت تأمري وانا اعمل على طول. شكرا. انا سلامي. كنت عايزه بس صوص الشوكولاته. عايزه طريقه صوص الشوكولاته. اه حاضر من عيوني. حاضر ماشي يا قلبي، شكرا لاتصالك يا حبيبتي. معانا ام يوسف. الو يا ام يوسف. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضلي يا قلبي انا معاكي اهو. ازيك يا سيف عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي زي الفل. انت عامله ايه؟ ممكن توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون؟ الو. ايوه سامعاني؟ طب شكرا لاتصالك يا قلبي. معانا سلمى من بورسعيد. اهلا وسهلا. أيوة تمام. ايوه, أيوة بقى الاسماك بقى، ادينا كده في السمك بقى، عايزين سمك بقى. الو. الو اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ الحمد لله. انا بحب حضرتك جدا. وانا يا قلبي. ما كنتي بتطلعي مع برنوتك. اه برنامج انا وماما. اه تمام. يا حبيبه قلبي تسلمي لي يا رب. انت من المتابعين القدام بقى. اه حبيبه قلبي كده. ده شرف ليا يا قلبي. انا بتصل بيكي بس عشان اقول لحضرتك اللي انا بحبك ومتابعه كل اكلاتك. يا حبيبه قلبي ده شرف ليا، ربنا يخليكي. انا لسه بقول لك بورسعيد واهل بورسعيد بقى والسمك والحاجات الحلوه. لا بس انا ماليش في السمك قوي، الاسماك واللحوم يعني، هم هنا بياكلوا سمك بس ماليش فيه قوي. في حد يبقى من بورسعيد وما ياكلش سمك وما يحبوش؟ يعني انت في قلب الاسماك نفسها. يلا لا حبيبتي انا مثلا البشاميل فراخ لحوم كده اكتر يعني من السمك. طب حلو برضو. حلو 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 قوي. ماشي تمام. قولي لي مالكيش اي سؤال، مالكيش اي طلب نعملهولك؟ لا شكرا يا قلبي ربنا يخليك. انا بس عشان اشكر حضرتك على الاكلات الحلوه اللي بتعملها لنا. حبيبتي ومش عايزه يبقى اخر مره اسمع صوتك يا قلبي. ان شاء الله. تسلمي لي يا قلبي، شكرا لاتصالك. شكرا ليك يا قلبي. اهو قاعدين نحمر في البصله وناخد في تليفونات، والناس اللي حابه تخش معانا مشاركات على الهوا احنا معاك اهوت ان شاء الله، ومعاكوا كمان على اللايف اللي حابب يسيب اي سؤال احنا معاكوا. بصوا بقى احنا بدانا نحمر اهو، هنجيب بقى شويه كده من الثوم لان طبعا لازم ندي الشمخه بالثوم بتاعنا. الو يا حلا من اسوان. يا حلا. ايوه. الاسم الحلو ده حبيبتي. حبيبه قلبي اهلا وسهلا بيكي. وطي التلفزيون يا حلا واسمعينا من التليفون. الو. وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. ايوه سامعاك. انا مش سامعاكي، وطينا التلفزيون خالص. ماشي؟ ايوه خالص. ماشي يا قلبي، اهلا بيكي يا حلا منوره. حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. جدا. وانا بحبكوا جدا. حبيبتي ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي. قولي لي يا قلبي ليكي اي طلبات؟ لا يا حبيبتي. عايزه اقول لك ان انا بحبك جدا. وانا بحبكم والله، ربنا يخليكم ليا يا رب، انا من غيركم ما بقاش هنا. تسلمي لي يا حبيبه قلبي. تسلمي لي يا قلبي، شكرا لاتصالك يا حبيبتي. الو يا مروه من اهل اسكندريه. اهلا وسهلا. اهلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا مروه. ايش اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ تمام الحمد لله. منوره الدنيا، منورانا. تمام الحمد لله والله. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. قولي لي انت لهجتك غريبه شويه، انت اسكندرانيه ولا من بلد تانية ولا ايه؟ قولي لي ايه. انت اسكندرانيه زي ما قالوا لي في الكنترول ولا منين؟ لا انا اسكندرانيه. اه بس لهجتك غريبه شويه. صح. لا انا اصلا كنت في مرسى مطروح جاي الاسكندريه جديد. ايوه كنت عايشه في مرسى مطروح. اهلا. أيوة. وسهلا بيكي يا قلبي منوره الدنيا.
ساكنه فين يا شيف عزت؟ معلش انا في القاهره. اهلا بيكي في القاهره. اهلا بيكي يا حبيبتي، تسلمي لي. بينا مسافه قريبه يعني. قريبه اهو منكم، وبحب اسكندريه جدا على فكره، وبحب انزلها جدا. وانا بحب القاهره والله جدا حبيبتي. تنورينا. اخبارك تمام؟ الحمد لله يا حبيبتي، زي الفل الحمد لله. حلوه بيكوا يا قلبي. قولي لي ليكي اي طلبات؟ انا عاوزه يعني طريقه السمك المشوي الاصلي، يعني بيعملوه كده في مرسى مطروح. عاوزه طريقه الاصليه يعني. سمك مشوي؟ حاضر. احسن طريقه للسمك المشوي. حاضر من عيوني. حاضر يا قلبي. ليكي اي طلبات ثانيه؟ لا. شكرا ليكي يا حبيبتي، نورتينا. شكرا ليكي يا قلبي، مع الف سلامه. احنا خدنا تليفونات كتير عشان ما حدش يزعل، لان انتوا امبارح زعلتوا ان كان في تليفونات كتيره جدا ما عرفناش ناخدها. النهارده على قد ما قدرنا اخدنا تليفونات. خلصنا الكشري بتاعنا، هنوطي عليه خالص بقى عشان يستوي براحته خالص ويدينا التسويه المظبوطه. وعملنا الصلصه بتاعتنا. عملنا ايه في الصلصه بتاعتنا قبل ما نطلع فاصل؟ حطينا عليها البصل مع الزيت، حمرناه على نص تحميره، وبعد كده حطينا عليها الثوم، وحطينا معلقتين من الصلصه، وحطينا صلصه الطماطم اللي احنا عصيناها ومصفيناها، وحطينا شويه التوابل الكمون والملح والفلفل الاسود، وكده تمام جدا. هنسيبها تتسبك برده. معانا مين؟ استاذ حسين من اسوان، اهلا وسهلا. اهلا، ازي حضرتك يا شيف عزت؟ الحمد لله. ازي حضرتك، ايه الاخبار؟ الحمد لله، الله ينور عليك. تسلم ايديك. ربنا يخليك. انت مش اول مره تكلمني. لا انا كلمتك اكتر من مره يا صح كده؟ طبعا انا فاكره حضرتك. اهلا وسهلا. أيوه. بيك، منورنا. اهلا وسهلا حضرتك. كنت عايز المخ البانيه ويعني والله حطه لك في الحسبان وهعمله لك من عندي قبل العندي. الله يخليك. عايزين قصه السمك يا شيف. حاضر ماشي، من عيوني. حاضر، انت تؤمر. تسلم، شكرا لاتصالك. معانا ساره من عين شمس، اهلا وسهلا. الو. اهلا وسهلا، اتفضلي. انا عايزه الشيفه. انا معاكي اهو. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، ايه الاخبار؟ عامله ايه انت؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا حبيبتي وبخير يا رب. تسلمي لي يا رب. ممكن توطي التلفزيون بس وتسمعيني من التليفون؟ ماشي حاضر، اتفضلي يا قلبي. انا معاكي اهو. عايزه الشيفه. انا معاكي والله اهو، انا معاكي. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. وانت عامله ايه؟ وعيالك كله زي الفل يا حبيبتي، زي الفل. قولي لي بتحب الكشري ولا لا؟ طريقه الكيكه. اني كيكه اللي عملناها امبارح؟ اه. طيب من عيوني هقول لك مكوناتها قبل ما اطلع فاصل حالا. ماشي يا قلبي، شكرا ليكي، شكرا لاتصالك. طيب هنقول تاني الكيكه سريعا. حطينا 5 بيضات، حطينا عليها فانيليا، ضربناهم كده ضربه صغيره، وبعد كده نزلنا عليهم 1.5 كوباية من السكر، حطينا عليهم ثانيه واحده عشان اعرف اقول اللي انا بقوله. حطينا زي ما قلنا 5 بيضات عليها فانيليا، وبعدين قلبناهم كويس قوي، حطينا 1.5 كوباية من السكر، وحطينا عليهم 1 كوباية من الزيت وعلبه من الزبادي، ودربناهم كويس قوي بالمضرب الكهرباء. وبعد كده نخلنا 3 كوبايات من الدقيق، وحطينا عليهم 3 معالق صغيرين من البيكنج باودر ورشه ملح، وحطينا عليهم معلقه خل صغيره. ضربنا كل الكلام ده مع بعضه، ودهنا الصينيه بتاعتنا بالزبده، وبدرناها بالدقيق، وفرشنا كل الكلام ده ودخلناها الفرن. بكده هتبقي عملتي احلى كيكه اللي احنا عملناها الحمد لله امبارح، وطلعت حلوه جدا. طيب هنعوز فاصل ولا نكمل؟ يلا بينا، هنطلع فاصل صغير خالص ونرجع نكمل مع بعض. استنونا ما تروحوش في اي حته. رجعنا من الفاصل، وزي ما انتم شايفين كده خلصنا الكشري، خلصنا المكالمات، داخلين بقى على الفقره المهمه جدا اللي احنا كلنا بنستناها مع دكتوره مي. طبعا الكشري يعني ايه يا دكتور؟ يعني حاجات حلوه. يعني حاجات حلوه ولا حاجات وحشه؟ لا حاجات حلوه طبعا. انت منوره لي النهارده. دايما كده بتيجي تعملنا عروض حلوه، فاحنا النهارده عاملين كشري، فاحنا عايزين عرض قوي بقى ينزل قوي. بقى كل ده يعني عشان احنا معانا نشويات ومعانا حاجات كتير قوي جوه الموضوع. طيب هو معروف طبعا. بصي قبل اي حاجه وحشتيني جدا جدا جدا، مبسوطه جدا ان انا معاكي النهارده. وموضوع بقى الكشري ده يعني ايه؟ ده من الاكله المفضله عند المصريين، دي حقيقه، وعندنا كلنا. فموضوع ان ايه، ابقى مثلا باكل كشري وانا متضايق، او ده بالنسبه لي حاجه وحشه ان انا باكل طبعا مكرونه على رز والبصل بتاعه اللي هي التقليه والحاجات الحلوه دي. فايه فيها سعرات حراريه كتير. طب ما اصلا اغلب اكلنا بيكون فيه سعرات حراريه كتير، وبنحب الاكل قوي، وكل مناسبه على فكره كمان بيكون فيها اكل معانا، سواء عيد، رمضان، مناسبه معينه، شم النسيم، الحاجات دي كلها فيها اكلات كتير مختلفه بس حلوه وكلنا بنحبها. طب انا دلوقتي جاي لي حد عنده وزن زياده او سمنه، او بيعاني من مشكله مثلا منطقه الكرش او البطن، او كل مشاكل بقى السمنه الكتيره دي. ما ينفعش ان انا رقم واحد اقول له امنع الاكل اللي انت بتحبه. هدخله تحت ستريس وضغط نفسي كبير، يمنع معاه النزول السهل البسيط
طيب انا النهارده هقول لك هناكل كل الحاجات الحلوه دي وهناكل كشري عادي، ولو عايزين نحلي كمان هنحلي، وهنعيش حياتنا عادي جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت هنقدر ان احنا ننزل وزننا واحنا مرتاحين. طب حلو. ازاي؟ انا النهارده بقول لك ان انت شهريا او في خلال شهر واحد هتنزلي 15 كيلو من غير دايت، من غير ورقه الرجيم اللي دمها تقيل، وفي نفس الوقت كمان مش ملزم ان انا العب رياضه لو ما عنديش وقت، وهخس بشكل سريع وبشكل امن وبدون اعراض جانبيه وانت قاعد مكانك على الكنبه، وكل ده وانت مرتاح من غير ما اعمل اي مجهود زياده او اغير اللايف ستايل بتاعي. تمام. ازاي؟ بالكورس بتاعنا النهارده. بوكس حلال المشاكل. بوكس حلال المشاكل هو الكورس الاول في مصر اللي هو بيقدر ينزلك من 10 ل 15 كيلو بشكل سريع وبشكل امن في خلال شهر واحد. طيب البوكس بتاعي ده بيحتوي على حاجه اسمها الكبسوله المزدوجه. الكبسوله المزدوجه دي بتعمل معايا ايه؟ اول حاجه سد شهيه عالي لمده 48 ساعه. يعني ايه؟ بتاخدي كبسولتك مع كوبايتين ميه الصبح مع الفطار، هتلاقي سد شهيه لمده 48 ساعه. هقفل لك الشهيه فتره طويله، فانا لو عندي شهيه عاليه للاكل او باكل كميات اكل هتبقى مناسبه، مش هتبقى قوي بالظبط. فبالتالي انا بشتغل مع الناس على ان انا اقلل لك الكميه، مش هديكي انواع معينه، انا بشتغل على الكم مش على النوع. بديكي كميات اكل قليله جدا بس باكل كل انواع الاكل اللي انا عايزه، واخد كبسوله قفلالي الشهيه ورفع معايا معدل حرق الجسم، وبتقضيلي على الخلايا الدهنيه الصعبه اللي متكونه في جسمي. بوكس حلال المشاكل النهارده قادر ان هو ينزلك 50 و60 و70 كيلو في خلال كام شهر قليلين جدا جدا ومن غير اعراض جانبيه، ومصرح من وزاره الصحه. حلو. يبقى انا كده النهارده اول حاجه معايا كبسوله مزدوجه، 30 كبسوله تكفيكي شهر كامل. مع الكبسوله دي بقى هديكي ايه؟ هديكي علبه اعشاب. الاعشاب بتاعتي دي بتنقي الجسم من السموم، ترفع معاكي معدل حرق الجسم كمان جدا جدا جدا، وباخدها برده مع الفطار الصبح او ممكن قبل الغداء بتاعي. وكمان انا النهارده عايزه ارفع لك معدل حرق الجسم بتاعك. الحرق بتاعنا ضعيف، لو حد عنده مثلا مشكله في الغده الدرقيه او في استئصال للرحم او للمراره او للغده نفسها او في عندنا سمنه وراثيه، فانا محتاجه ارفع الحرق بتاعي. اعمل ايه؟ حقنتين حرق النهارده نازلين هديه على الكورس بتاعي. يبقى انا كده الكورس بتاعي كبسول اعشاب حقن تعلية معدل حرق الجسم. الحقن دي بتفتت معاك الخلايا الدهنية الصعبة، أهمها منطقة البطن والأرداف والدراعات. ليه يا شيف عزة؟ لأن الأماكن دي أصلا بتكون هي فيها سمنة موضعية صعبة بالنسبة للناس، صعب إنها تنزل، فأنا بفتت لك الخلايا الدهنية دي بالحقن اللي موجودة معايا النهاردة. حقنتين تتاخد معايا عضل أو تتحط على مية وتتشرب. فالنهاردة الكبسول الأعشاب الحقن موجودة معايا. طب دلوقتي إحنا بقى في فترة صيف وعايزين عصاير كتيرة وسكريات، فانا عايز اخس من غير ما ادخل جسمي سعرات حراريه كتيره. حطالك النهارده سكر دايت هديه برده من ضمن العرض، احطه بقى على العصاير بتاعتي، على كوبايه الشاي، لو مثلا في كيك هدخله معايا الفرن، كل الحاجات دي ينفع احط فيها يعني ينفع سكر يدخل جوه الوصفات كمان. بالظبط. اي وصفات مناسب طبعا جدا جدا للحراره، الفرن على البوتاجاز، كل ده عادي جدا جدا للسكر الدايت. حلو. يبقى انا الكورس النهارده كده شامل كامل. كبسول بالظبط كده، كبسول سكر دايت، الاعشاب بتاعتي، الحقن بتاعت رفع معدل حرق الجسم. والكورس النهارده المنتجات دي كلها عليها خصم 55%. الله. 55% النهارده لمده ساعتين لمشاهدين شيف عزه. البرنامج النهارده احنا منزلين فيه كورس قوي ينزلك في الشهر 15 كيلو. هنخش بقى على الاعياد بعد كده، العيد الكبير عندنا مثلا، خطوبات، افراح، المصايف، الحاجات دي كلها. فاحنا عايزين شكل جسمنا يكون متناسق، فانا النهارده قادره في شهر واحد انزلك 15 كيلو مش اقل من كده. طب انا بقى لو في حد جاي لي عنده مثلا 50-60 كيلو زياده عايز ينزل وزن كبير، وانا النهارده بقول لك الكورس ينزلك في الشهر 15 كيلو، يعني عايز 3 شهور مثلا عشان مثلاً ينزل بالظبط كده. في عرض النهارده للناس اللي عايز تنزل وزن كبير، النهارده لو خدنا كورسين هناخد الكورس الثالث هديه مجانيه عليهم. يبقى انا عامله لك اكتر من عرض، الشهر الواحد عليه خصم 55%، والشهرين عليه شهر. بالظبط كده. حلوة. الشهرين عليه شهر كمان ثالث هديه، فانا وفرت لك اكتر من عرض، والسعر النهارده اقتصادي مناسب لكل الحالات الماديه. طبعا الناس كلها بتبقى حاطه ميزانيه معينه عشان حياتنا بالذات ان احنا اخر الشهر، احنا عارفين اخر بالزبط. الشهر بقى الدنيا بتبقى عامله ازاي. فانا النهارده حاطه عرض حلو جدا جدا للناس، النهارده اي حد يقدر ان هو يحصل على الكورس. ما تستنيش، ما تفكريش، الكورس مناسب للسيدات، مناسب للرجاله، مناسب للسن الصغير كمان يا شيف عزه، ال 12 13 سنه، معانا لحد 75 سنه لان هو مصرح من وزاره الصحه، وكله مكونات طبيعيه.
طب يا دكتور انا عايزه اقول لحضرتك حاجه. جالي سؤال غريب جدا، هو المفروض ان احنا كلنا عارفين يعني ايه نسبه الحرق في الجسم. في ناس لحد دلوقتي ما تعرفش يعني ايه معدل حرق قليل او عالي، فمعلش ممكن تشرح لنا دي كده يعني؟ طيب بسرعه كده. سبب مهم جدا من اسباب ان انا وزني بينزل او ثابت او جسمي متناسق او تخين حاجه اسمها الحرق بتاعنا، ان جسمك بيحرق الحاجات اللي داخله جسمك الزياده اللي انا مش محتاجها. انا اكلت مثلا اكله معينه خلاص اخدت منها الفيتامينز بتاعتي، دخلت معايا في المعده اتهضمت، اخدت فيتامينز معينه الحديد مش عارف ايه، بيتبقى نسبه معينه من الاكل ده او دهون معينه محتاج ان انا احرقها اقضي عليها. بنحول الدهون دي لطاقه مع الحرق بتاعي. طيب ده بيعمل لي ايه او ده مين اللي بيعمله في جسمي؟ الغده الدرقيه اهمهم. يعني بيشتغل على رفع معدل حرق الجسم الغده بتاعتك الدرقيه. لو الغده شغاله كويس هتلاقي حرقك شغال كويس، هتلاقي نفسك ايه وزنك ما بيزيدش كتير. بتحرقي الاكل اللي بتاكليه بيتحرق بسرعه، الاكل اللي بتاكليه بيتحرق معاكي، فانا باكل والاكل ده بيتحرق. طب لو الغده عندي فيها مشكله او عامله استئصال للمراره او الرحم، ده كله بيقلل لك نسبه الحرق اللي في الجسم. فانا ده اظبطه لك ازاي؟ بالنقط اللي معانا مثلا، بالاعشاب، بالحقن، بظبط لك يعني شغل الغده الدرقيه وبخلي جسمك كده محرق الدهون وعندك نشاط بدني. حلو قوي. معانا التليفون، مين معانا على التليفون؟ الو يا منال. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ صباح الفل والهنا. اهلا وسهلا. وانت طيبه يا قلبي، ايه الاخبار؟ الحمد لله. الدكتور معاك ايه؟ الدكتور معاك يا قلبي. ايوه ازاي حضرتك يا دكتور؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي. انا بس عندي مشكله، انا ابني في ثانويه عامه. تمام. والفتره دي فتره حضرتك عارفه بقى المذاكره، وقاعد على المكتب على طول، وعلى طول بقى بيطلع القلق والمشاكل بتاعته الثانويه العامه في الاكل. في الاكل. تمام. وان شاء الله المفروض هيقدم ككليه عسكريه ان شاء الله باذن الله. جدا جدا جدا. فان هو ما يقدرش بالشكل دوت ان هو يقدم في الكليه. هو وزنه قد ايه؟ هو وزنه داخل في 90 هيوصل ل 100. تمام ماشي، مفيش مشكله. هل ده لما ياخد الكورس هيأثر على المذاكره؟ هيأثر على التفكير بتاعه، الجهد بتاعه ولا فهمت لا؟ فهمت سؤالك. احنا كده عندنا ثلاث حاجات هنتكلم عنهم. ان هو اول حاجه هو بيطلع دقته او الضغط اللي هو فيه بسبب المذاكره في الاكل، يعني عنده شهيه عاليه نوعا ما. ثاني حاجه قلنا الحركه بتاعته قليله، قاعد بيذاكر على طول على المكتب، فالحركه بتاعته قليله فالحرق بتاعنا ضعيف. لا ممكن يا دكتور حاجه، هو ممكن يكون بيهرب من المذاكره ان هو كل شيء عايز ياكل مثلا، يعني عشان يسيب المذاكره فهتيجي اكل فاقعد ساعه باكل فكده. فخلي بالك من الموضوع ده بالظبط. طيب دي نقطه مهمه برده. شوف عزه قالت خلي بالك. فانا دلوقتي عندي حاجتين عايز اشتغل عليهم، الشهيه بتاعته اقللها شويه وفي نفس الوقت ارفع معدل حرق الجسم. بس هنا بقى احنا عندنا ايه نقطه احنا برده مركزين عليها، هي تسال عليها بتقول لك هو لو خد الكورس بتاعك ده ممكن ياثر معاه على المذاكره؟ احنا اول حاجه الكورس بتاعنا مناسب للسن الصغير، تاني حاجه بيدي نشاط بدني حلو جدا جدا جدا، فهيكون مفوقه والحرق بتاع جسمه شغال. تالت حاجه مدعم بفيتامينات وفواكه استوائيه والياف واعشاب طبيعيه وبعض المعادن اللي الجسم بتاعي محتاجها. فانا النهارده هاخد الكورس، هيكون امن معايا، هيقفل الشهيه لمده 48 ساعه، كمان هيرفع معدل حرق الجسم، هيدينا نشاط حلو جدا جدا، فهلاقي عندي طاقه ان انا اتحرك وانزل واروح واجي واذاكر، كل ده من غير اعراض جانبيه لان الكورس اصلا مصرح من وزاره الصحه. حلو قوي. فمناسب ليه، وخدي الكورس النهارده والحقي الخصم اللي موجود عليه، وكمان نلحق بقى. هو بتقول لك داخل على 90 تقريبا او 100 كيلو، طبعا ده كتير على سنه ده كده عايز اللي هو العرض الشهرين والشهر بالظبط. لو خدنا العرض النهارده الثلاث شهور الكبير ده هينسف له الوزن الزياده خالص، هينزل معاه مش اقل من 35 كيلو مع النحت مع التثبيت، كل ده في ثلاث شهور بس. طب يا دكتور عشان نطلب كل اللي احنا قلنا ده وناخد العروض الحلوه دي لازم نشوف الصفحه بتاعتنا اللي حابب يطلب من خلالها، او الارقام التواصل هتبقى ظاهره معانا على الشاشه حالا دلوقتي. احنا بنوفر اكتر من وسيله للناس عشان خاطر نوصل للفريق الطبي، الارقام دي عليها فريق طبي كامل مستنيك بس تتكلم، اتصل اسال على العرض مكوناته ايه، بيعمل معايا ايه، طب سعره النهارده ايه، الخصم بتاعنا النهارده قد ايه. معانا ارقام والارقام دي عليها واتساب ومعاك كمان الصفحه. هنعمل ايه؟ هنخش النهارده نسال على كورس حلال المشاكل، الكورس بتاعي اللي بيحل كل مشاكل السمنه. يبقى كلمه السر النهارده يشوف عزه بوكس حلال المشاكل، بيحل معاك وبيقضي على كل مشاكل السمنه تماما من الجذور. وعايزه اقول حاجه كمان، انا النهارده باكد على كل الناس ان احنا مع الكورس بتاعنا النهارده، كلي الثلاث وجبات بتوعي كلهم، كلي اكلك
كله الثلاث وجبات بتوعي، ما تتنازليش عن اي وجبه، لان الكورس بتاعنا النهارده قوي، الكبسوله النهارده قويه قادره ان هي تنزلك في يوم كل يوم نص كيلو. فانا بقول لك كلي الثلاث وجبات بتاعك، اولا ده بيدخل جسمك كل العناصر الغذائيه، تاني حاجه بيخلي الجسم بتاعنا بيحرق لما ياخد ثلاث وجبات كاملين كل يوم. وهناكل بنسب معينه يعني بالزبط. مش هناكل كتير، هتبقى النسب معقوله بالظبط. ليه؟ لان انا واخده كبسولتي مع الفطار، فهي اوريدي قافله معايا الشهيه خلاص. تمام. فانا النهارده حطيت لك حل لكل مشاكل السمنه، وهتخلصي الكورس هتلاقي حياتك بقت احسن، الحالة النفسية أحسن، الحالة الصحية كمان أحسن، نزلنا الوزن بتاع جسمنا، خليت شكل جسمي حلو ومتناسق، بتحرك بسهولة، بشتغل بسهولة، كل ده النهاردة في كورس واحد بروتوكول علاجي، والخصم النهاردة عليه كمان 55%. حلو قوي. طيب احنا معانا صور جاهزة قبل وبعد نشوفها مع بعض. معانا أول صورة. بصي بقى دي إنجازات كورس حلال المشاكل. بسم الله. بنتكلم هنا في سمنة مفرطة. الناس دي اللي بتفكر تلجا لعمليات جراحيه بنقول لهم استنوا شويه، جربي الكورس وشوفي هينزلك قد ايه. نزلت معايا هنا 52 كيلو يا شيف عزه. ما هو باين عليها دي كانت حاجه وبقت حاجه ثانيه. اسبوعين يعني 3 شهور ونص. 52 كيلو وزن كبير جدا جدا. كان طبعا عندها سكر، وكان عندها يعني بدايه ضغط شويه، ضغط شويه عالي شويه واطي. طبعا الدهون الموضعيه، الدراعات، الارداف، الكرش، كل الاماكن دي اتنسفت تماما. بعد فتره الكورس ما خلصناها خدت النحت والتثبيت. الصوره الثانيه بصي بقى الدراعات خست ازاي بقى. لا ما هو الموضوع مختلف تماما. دي عندي بالظبط. شكل الجسم بتاعي متناسق، ما عنديش اي اماكن فيها تكتلات دهنيه تاني، الجسم شكله مفرود، كل ده بيتحسن معاكي مجرد ما تاخدي الكورس، وتلاقي نتيجه من اول اسبوع، بتتشجعي تلقائيا ان انت تكملي عليه لحد ما توصلي لوزنك المثالي. ما شاء الله حلوه جدا. معانا صوره ثانيه يا دكتور. هنا بقى العنصر الرجالي، الكورس بتاعنا مناسب سيدات ومناسب رجاله كمان، منطقه البطن بتنزل معاكي ان شاء الله من اول شهر. منطقه البطن اللي عامله ازمه للناس بتنزل معاك من اول شهر. نزل هنا حوالي 13 كيلو في شهر واحد، وقف الكورس بتاعي على كده، لان احنا في خلال شهر قادره انزلك من 10 ل 15 كيلو، هو نزل 13. هو الفرق باين هو نزل منطقه زي. البطن ما شاء الله. خلاص بتاخد الكورس، بتنزل للوزن اللي انت عايزه، لشكل الجسم اللي انت محتاجه، وبتوقف على كده. والله يا دكتور هو اهم حاجه ان احنا نهتم بصحتنا، لان احنا طبعاً. لما بنخس الدنيا بتتظبط معانا في كل حاجه. طبعا في حركتنا وفي لبسنا وفي نفسنا واحنا بنتحرك، ما بنبقاش حاسين ان احنا من اقل حاجه بنعملها بننهج ومش قادرين نطلع سلم، الكلام ده كله بيبقى فارق معانا جدا. طبعا اكيد. يعني بيوثق نفسك جدا جدا. طبعا. اقدر ان انا اشتغل، اقدر ان انا حتى يعني اخدم عيالي مثلا في البيت، اقدر انام وانا مرتاح بقى، اتنفس اخد نفسي عادي جدا، ما اكونش معرضه لاكتر من 55 مرض بسبب السمنه. والتنمر بقى. ده بقى مشكله لوحدها تاثر معايا جدا جدا على الحاله النفسيه. صح. فانت اكيد بتعانوا يا دكتور من الموضوع ده، اكيد بتعالجوه نفسيا طبعا. بيكلمونا وبتقعد تحكي بقى مع الفريق الطبي كل المشاكل اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي. فانت النهارده هتاخدي كورس كامل هينزلك وزنك، هيحل لك ان شاء الله كل المشاكل دي، لو عندنا ضغط عالي، لو عندنا سكر، كل ده بيبدا ان هو يتحسن تلقائيا مجرد ما انزل لك وزنك والدهون المتكتله في الجسم. وابدا الاقي بقى الحاله النفسيه اتحسنت معايا، الحركه بقت احسن، بقى عندي نشاط اكتر، وبتخس بصحه يا شيف عزه. يعني ايه؟ يعني هي بتنزل في الوزن، والكورس كمان فيه بعض الفيتامينات والحديد يخلي شكلك خسه وبصحه، ويخلي شكل جسمك حلو ومشدود ومنحوت. طب احنا عايزين نعيد الكورس تاني. يلا بينا واحده واحده كده عشان اللي ما سمعناش وفهم احنا قلنا ايه يسمع تاني ويفهم احنا بنقول ايه. طيب الكورس النهارده بوكس حلال المشاكل، الكورس النهارده معايا مكون من اكتر من منتج هتاخديهم في بوكس واحد، الكبسول، الاعشاب، سكر الدايت، حقنتين الحرق، خمس منتجات النهارده موجودين معاكي في بوكس واحد، عليهم خصم 55%، توصيل مجانا لحد البيت، ومتابعه اسبوعيه مجانيه مع الفريق الطبي. تمام. نقدر نديه لكل الحالات ولكل الاوزان ولكل الاعمار وبشكل امن، ومعاك دكتور بيتابعك. حلو. طيب وقلنا خصم 55%، ولو اخذنا شهرين هناخد عليه الشهر الثالث هديه. كمان مجانا من الشركه. صح كده؟ وهناكل كشري وهناكل كل حاجه بنحبها. اهم حاجه الكشري النهارده. وهنحلي، مفيش اي مشكله خالص، ما تشيلش هم اي حاجه، كل اللي مطلوب منك ان انت تاخد الكورس تمشي عليه في مواعيده المظبوطه، وهتلاقي الكورس هو بيقوم بوظيفته وبشغله معاك، وبينزل لك وزنك وانت مرتاح. دي بصوا يعني بصوا يا دكتور احنا عاملين ايه؟ عاملين الكشري النهارده
وريحته خطيره ومفلفل. الناس اللي بتقلق ان هي تعمله كله على بعضه ده براحتكم خلاص بقى. براحتكم بقى كله على بعضه. في ناس تقول لك ايه، طب انا اخد بس شويه رز بالعدس وبلاش المكرونه عشان ما زودش النشويات وابوظ الدنيا. لا انا بقول لكم كله بقى اللي انتوا عايزينه، الدكتور جابت لكم الحل اهو. كلي اكلتك كامله، كلي اكلتك واستمتعي بالاكل بتاعك، وفي نفس الوقت خدي الحل اللي هيقفل لك الشاي. هعمل طبق كشري كامل بكل مكوناته اللي احنا عاملينها النهارده، وهاخد الكورس بتاعي، هلاقي نفسي تلقائيا باكل معلقتين ثلاثه من الكشري اللي انا عاملاه بكل الحاجات الحلوه اللي فيه دي، وفي نفس الوقت بخس، وفي نفس الوقت مش حارمه نفسي من اي حاجه خالص. يعني بصي تسلم ايديكي بجد، شكله يفتح. ريحته كمان خطيره، يعني انا دقت كده في الفصل معلقه، انت شفتيه فلقيته مفلفل وحلو كده، قمت طافيه النار على طول يا دكتور، قلت لا خلاص كده هو تمام جدا. طيب يا دكتور، احنا عايزين برضو ناكد عليهم ان احنا التوصيل مجانا طبعا، وكمان المتابعه الطبيه مجانا بالظبط. احنا دي حاجه مهمه، يعني فتره غلاء الاسعار احنا برضو في حاجات معينه بنحاول ان احنا نحافظ عليها معاكم. موضوع المتابعه ده طبعا لازم يكون موجود ومجانا، وتوصيل مجانا لاي محافظه في مصر. انت في اي محافظه كلمي الارقام دي، اسالي النهارده على الكورس بسعره مكوناته بيعمل معايا ايه، قولي وزنك وسنك وكل الحاله بتاعتك، والكورس هيوصل لك مجانا لحد البيت، وعليه النهارده خصم 55% ان شاء الله. احنا كده خلصنا يا دكتور، انا عايزه بس اقدم كده. تسلم ايديك جدا، عشان ما ينفعش الاطباق دي ما تطلعش كده وتظهر للشمس وتشوفوها. لازم تطلع للنور كده تحفه اهو. بصوا هنحط بس ايه حاجات بسيطه، هما بيقولوا لي خلاص كده يا دكتور انت وقتك خلص. عايزين تاني نعيد الكورس معلش سريعا يا دكتور معلش. كل الناس ان شاء الله تبدا تغير حياتها. البوكس بتاعي النهارده مكون من ايه؟ الكبسوله المزدوجه النهارده 30 كبسوله، والسكر الدايت، والاعشاب النهارده اللي هتنقي لك الجسم من السموم وترفع معاكي معدل حرق الجسم، وحقنتين الحرق النهارده موجودين معانا بيرفعوا معاكي معدل حرق الجسم 4 أضعاف الحرق الطبيعي. والكورس النهارده عليه خصم 55%، قادر ان هو ينزلني 15 كيلو في شهر واحد من غير اي اعراض جانبيه، ومصرح من وزاره الصحه. هنطلب الكورس ازاي؟ بالارقام الموجوده على الشاشه. بس كده خلصنا حلقتنا، بشكرك جدا يا دكتوره مي، انت شرفتيني ونورتيني، وعملتي كمان عرض حلو جدا للناس اللي عايزه تخس ولسه ما خدتش القرار. القرار في ايديكي دلوقتي، تقدري تاخدي القرار، لان العرض حلو جدا، يعني خصم 55% يعني ببلاش، زي ما انا دايما بقول كلمتي المشهوره، هو كده ببلاش. وطبعا جانب ان انت لو اخدت شهرين هتاخدي الثالث هديه، يعني هتوفري حتى الخصم ال 45%، انت واخده كده حاجه ببلاش خالص من غير فلوس. فيا رب كله كده استفدتوا معانا النهارده بالوصفات اللي احنا عملناها وبالعروض اللي الدكتوره مي قدمتها لنا. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، والسلام عليكم.